أستاذة غادة، طبعا أحب أعرف من حضرتك انطباعاتك عن التقارير الدولية الأخيرة اللي معظمها بيشيد بالإصلاحات الاقتصادية. الإشادات دي هل فقط دورها أنه يحسن وضعنا في جذب الاستثمار، ولا ليها دلالات أخرى؟ لا، ليها دلالات أخرى. هي بتؤكد على أن الإجراءات اللي تم أخذها من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري ووزارة المالية هي إجراءات ضرورية أثرت إيجابيا على الاقتصاد المصري الكلي، وكان ليها تأثير مباشر. فهي بتؤكد على أن الإجراءات دي كانت إجراءات سليمة، انعكس على معدل النمو، انعكس على الاحتياطي النقدي، انعكس على الإصلاحات الهيكلية اللي قامت بها وزارة المالية، انعكس على الموارد النقد الأجنبي اللي جالنا في كل. فهي بتؤكد على أن الإجراءات اللي تم اتخاذها هي إجراءات صحيحة بتؤهل الاقتصاد المصري، أو ساعد على استقرار الاقتصاد المصري وبتؤهله للنمو أكتر من المعدلات اللي احنا شفناها. ممتاز.